لكن محتمل أن يلعب مباراة الإياب بينهم. خيمينيز بيلعبها عالي عرضية أمام المرمى. جول 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 أوه أمام المرمى. السلام اللبناني يا عمي، اللبناني بيحطها في المرمى ويعلن عن تقدم الفرسان بالهدف الثاني. يا السلام يا يوسف محمد واصف بفرحة ونظرة من كنافارو وربيعه النابودة، والأهلاوية كلهم أشعلوا المدرجات وأعلنوا عن تقدم النادي الأهلي بهدف ثاني بمتابعة من يوسف، من كرة ماجد إلى المجد وكرة يوسف آخر جمال، والأهلي يتقدم على حساب الشباب في ديربي الغرائب، ديربي العجائب، ديربي المتعة. يوسف محمد واصف، انت سجل يا حفيد واصف، وانا اللي راح اوصف واعلن عن تقدم النادي الاهلي بهدف ثاني عن طريق لاعب نادي كولن باحلى كلونيا باحلى ريحه الاهلاويه يتقدم.